أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. في هذا الفيديو سنستعرض أهم الموضوعات والمحاور التي سنقوم بدراستها وشرحها خلال هذا الأسبوع الثاني. كونوا معي. في بداية هذا الأسبوع سنقوم بحل أسئلة قصيدة ونحن نحب الحياة بعد أن قمنا بتحليلها وفهمها خلال الأسبوع الماضي. سننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل، أفهم المقروء وأحلله. لاحظوا معي السؤال الأول. يتكلم الشاعر في قصيدته خطابه الشعري باسم الجماعة شعب فلسطين. أدلل على ذلك، أي نريد أن نحدد هذه المواطن التي الموجود فيها للضمائر الظاهرة والمستترة الواردة فيها. لماذا هو تحدث باسم الجماعة رغم أنه شاعر واحد؟ أيضا في أي عبارة شعرية نفى الشاعر أن شعب فلسطين يطلب الموت من أجل الموت أو لأنه يكره الحياة؟ سنحدد هذه العبارة ومن ثم أوضح أبعاد هذا المعنى في ضوء السعي للتحرر وكراهية الحياة الذليلة. في أي عبارة شعرية أجد كل من المعاني الآتية: طلب الشهادة والفرح بها، تخليد أسماء الشهداء وبقاؤها في ذاكرة الأمة، الحنين إلى الوطن والشوق إلى أهله مهما تباعدت بالمغتربين الديار، بقاء جدوة المقاومة والنضال والتحدي في طريق التحرير. أيضا في السؤال الرابع ذكر الشاعر جملة من الأفعال التي تبنى بها الأوطان وتكون بها مواجهة العدو، منهم ما هو مرتبط بالزراعة أو بالثقافة أو بالحياة الاجتماعية للشعب. نريد أن نحدد هذه الأفعال حسب الارتباط ونبين أثرها الإيجابي في النهضة. بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة التذوق والنقد. أتذوق المقروء وأنقده. عزيزي الطالب، في هذا النوع من الأسئلة سترى أن الإجابات تتباين عندما نقول نقد وتذوق، ولكن يكون الإطار تتحرك أنت داخل إطار في التفسير الصحيح والنقد الصحيح، ولكن قد تختلف الإجابة من رأي إلى آخر. لاحظ معي أن أبدي رأيي معللاً، فهنا لا تتوحد الإجابة، تتوجه الإجابة لاتجاه معين، ولكن لا تتوحد بين كل الطلاب. أيضاً في السؤال الثاني مبدياً رأيي معللاً، فالنقد والتذوق أمران غير محدودان. بعد ذلك سننتقل إلى الاختبار التشخيصي الذي نستخدمه عادة لنا نحن لدراسة أوضاع طلبتنا الأكاديمية. نحدد خلاله مواطن القوة، مواطن الضعف، الأمور التي تحتاج إلى علاج أكاديمي والقضايا الأكاديمية التي تحتاج إلى تركيز منا. بعد ذلك سننتقل إلى قضية لغوية وهي همزتا الوصل والقطع. نتعرف خلالها على همزة القطع وهي الهمزة المتحركة التي تقع في أول الكلمة وينطق بها في ابتداء الكلام وفي وسطه وتكتب كما يظهر أمامكم ومضمومة أو بالكسرة كما تظهر أمامكم. سنقارن بينها وبين همزة الوصل التي تنطق في ابتداء الكلام ولا تنطق عند وصله بما قبلها. سنتعرف أيضا إلى المواطن التي تظهر فيها همزة الوصل ومواطن التي تظهر فيها همزة القطع. سنبدأ بنص شعري وهو من الشعر العمودي
كما يظهر أمامكم. بما التعلل لا أهل ولا وطن، قصيدة جميلة للشاعر أبي الطيب المتنبي. سنتعرف إلى هذا الشاعر الذي عاش أفضل أيام حياته وأكثرها في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب، وكان من مقربيه، وكان دائما المعروف أن المودة والاحترام بينهم، ولكن في آخر الأمر حدثت فجوة وسعها كارهون وحساده، وكانوا كثر في بلاط سيف الدولة. سنتعرف إلى هذه التفاصيل. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بمناقشته وشرحه خلال هذا الأسبوع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.